كانت عايشة وعجباني وانا كنت عايش والوحد ومعايا عامل صاحبي. باكل واشرب ولا مالي بكتب ومتسمي. قابلت مرة شبيه فندق عمل معايا الصح تمام. مافيا 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 مافيا. انا اصلي نشيط متدرب في مشاكلي عمري ما بهرب دايما ابص لقدام نشيط في قوه بندام. وضربني ولا سمع عليا فكرت اخر يوم ليا من غير حكايه ولا قضيه. وريني نفسك يا عنيا وريني نفسك يا عنيا. انا هبت فكره في راسي هبقى احسن منه اساسي. جاي لك وانت ما تغراش شايفك حاجه ما تسواش. عمال بتقول وتحور ابعد عني لا تتهور. طبعا عمري ما هتصور ان انت تتحداني ان انت تتحداني. اسم الله عليك يا عنيا اسم الله عليك يا عنيا. اتمرن حتى شوية وتعالى لاعب عبده بندم اللعبة دية بندم اللعبة دية. انا مش قدك يا زميلي هيجيني اللي يخليني سفاح في اللعبة دية سفاح اللعبة دية. معلش وانا دلوقتي ديناميت وانت الضحية. بندم اتهور هو سفاح جاله من جوه وضربني مرة بقوة اصله تصورج على اهلي. بطلوا معايا لعب عالمرجلة تتشخص يالا في عيال سهتين تتشخص يالا في عيال سهتين. حكايات عمالة تتدور حوارات صعبة بتتحور. حكايات عمالة تتدور حوارات صعبة بتتحور. فكرة كابتن وزعيم وسلام لكل الجيل 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 وسلام لكل الجيل. قدامك جمال هتاخد الفلوس وامشي. ربنا يسهل ده اللي عندي. نور يجيبه خلاص. لا سيب نور سيب نور يسليني. واحد روح بسرعه يا خالد ما تعذبنيش. شفت قناه التيت دي فين؟ شفت قناه التيت على النت. يلا وصلت اللي انت فيها دي. وانت اللي بعدك هنا اصلا تعبت اختك عرق. انا مصدومه انا كنت عايزه افرفش مع
اسمعي ولا شوية بس انت اللي بيتك وصحة. انا والله انا عدلك في البيت. انا كل ما جيت اجلالك نقطة فوق وفيه الزرق كده. انا عليك ما خد عجاعتك وقع هو ما توريش وشك مش عايز اشوف وشك تاني. شرف يا رب الحبيب ومع مين؟ مع صاحبي انت زي الطور يا حلوف. فوق عليه وعلى منظرك شخصية وسخة. ايه يا ميت عم اقول امين امين يا مين فهم بس انت تعالى بس ما تفهمش الغلط. الازاز الله يخرب بيتك. ما تفهمناش غلط يا عمير. دي اميره. اميره يعني. طب ليش افهمناش انا يا لا. كل مره اشوف حاجات مش مظبوطه. مره سايق مره طويل مره فوق ومره تحت. حبه فوق وحبه تحت. لا انت فهمت غلط يا عمير. دي كانت بتلعبني ريست. ريست. وانا غلبتها مره فجيت عليها فوق. فهي غلبتني مره وانا قمت جاي عليها فوق. فهمت؟ ابو شفيع ها زعلانة منك امير. ما انت عارف اختك وخطائق وتعبان وانا باخدها على قد عقلها. يعني ايه يعني بتاخدها على قد عقلها؟ يعني لو قلت لك تعالى اتجوزها هتروح تتجوزها؟ بص يا امير معلش يا امير عشان خاطر ارجع لها مهما كان برضو يعني ما ينفعش تمشي في نص الليل كده. يلا معلش هدي اعصابك كده ويلا برر لي اللي انا شفته ده. برر لي اللي انا شفته. احلف لك بانها وقعت فوقي. وقعت فوقك يا ابو شرعه؟ تقول لي وقعت فوقك؟ بص يا عمر انا هعمل نفسي مصدقك عشان العيش والملح اللي جنبي. بس احلف كده ان مفيش حاجه. وقعت راسك ابوسها يا عم بس عشان الشوار. ماشي بس هرجع معاك عشان انت حلفت. بس عرفت يا امير ان بعد الظن اسم. اسم انا اللي باين عليا ظلمتكم. بس ورحمة شفيقة المرة الجاية اللي هتخوكوا انتوا الاتنين. اليوم اللي انت عملته ده يا عم صاحبي. هو كلمه عيش وملح وانت ماشي يا صاحبك احسن مننا. عم بقول لك كلمه عيش وملح. طب خلاص انت مجيش تعمل ده. انا مش عايز اشوف وشك. انا اروح لكابتن تاني. عمي طب اهدى بس. انا اصلا ما بشوفوش من يومين. المشكله انت بتشوفه. ملقح في ورشه سمكره على قناي. خد بس يا صاحبي انت مش تفهمني بقى. انا ايه تمشي انت تعبان على الدنيا مشى انا مشى دخلت حاجتها مشى ليه مشى بجد انا زعلتها مشى بالظبط تحت السرير ولا ايه؟ تحت السرير يا عم خلصنا مني ما هياش اسرع
ازاي تقول على اختي كده؟ يلا نصيبه بقى. واحد من الناس كل واحد فين يعني؟ يكون حد تخطف حد ولا حد يتخطف ولا حاجه. لا انا هويت حلوف ده ما تشوف الحمام. انت عايز تجيب لي يا جدع اختي؟ يا جدع اختي اميري يا اميري. ملكاش عندك يا نور؟ طب الحمد لله. استنى انت تكون تزرق ولا ايه؟ ها؟ عايز ايه؟ تفكر نفسك تعرف تلمس حد بالوش ولا ايه؟ تفكر نفسك ايه؟ الوش انت معلم وش؟ امي تكبر شاكوش في دماغك. ولا اوعى ولا بطلوا معايا لعب عالمرجلة تتشخص يلا فعيال تهتير تتشخص يلا فعيال تهتير حكايات عمالة تتدور حوارات صعبة بتتحور حكايات عمالة تتدور حوارات صعبة بتتحور فكرة كابتن وزعيم وسلام